السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا اليوم عن واقع الخادمات في البيوت. هناك فئة من النساء ربما فاتهن قطار التعلم، لم يحظين بحقهن الطبيعي في التمدرس، ومع مرور الأيام ربما فاتهن حتى قطار الزواج والحياة المستقرة. وواجهنا عالم الفقر، وجدنا أنفسهن في حافة الفقر، ظروف اجتماعية عصيبة دفعتهن للعمل في البيوت، يعملن في الغسيل وفي التنظيف وفي الطبخ، وربما أيضا موازاة مع ذلك يقمن برعاية الأطفال ويكلفن بالتبضع من الأسواق وغير ذلك من الأشغال اليومية. خادمات بيوت يعملن ساعات طويلة لا تكاد تنتهي. منهن من يشتغل بالليل والنهار، ومنهن من يشتغل في كل الأوقات، بل منهن من يشتغل طيلة أيام الأسبوع، وربما قد يكن الأقل تعويضا في حقوقهن. سمعنا الكثير من القصص عن خادمات البيوت، ويمكن أن نجملها في ثلاث مواقف. هناك خادمات يعبرن عن سعادتهن لأن الله تعالى وفقهن ودخلن بيوت كريمة، أسر مغربية عندها نضج فكري، عندها وعي أخلاقي، وعندها حس اجتماعي في التعامل مع الخادمة. عدد كبير من الخادمات يقول لك كنحمد ربي وكنشكره أن ربي عز وجل وضعني وسط واحد العائلة فيهم الاحترام وفيهم التقدير، جيت صغير عندهم لا أفقه أي شيء في الدنيا، والدي غير ولدوني ودرت 17 سنوات أو أكثر من ذلك ودفعوني للعمل، ولكن هاد الناس اللي استقبلوني عاملوني كواحدة من أفراد الأسرة. الكثير منهن كيحكيوا بأنهم جو العمل لا يفقهن أي شيء في شؤون البيت، وتعلموا الطبخ وتعلموا الغسيل وتعلموا إدارة شؤون البيت، وعاشوا حياة مستقرة. كانت ربة البيت بمثابة الأم، وكان رب البيت بمثابة الأب. وبقوا هذه الخادمات يتدرجن في مواقع المسؤولية داخل هذه الأسر، وحتى إذا خرجوا هذه الأسر إلى الاستمتاع أخرجوهم معهم إذا ذهبوا إلى النزهة. حتى في الصيف بعض الخادمات كتقول لك أن ما بغيت تمشي عند والدية نبقى معكم، ويأخذونها في النزهة ويأخذونها في السفر، وتشعر بأنها واحدة من أفراد الأسرة. والكثير منهن لما بلغنا السن ديال الزواج وجاء الخاطب يطلب أيديهن، شكون اللي زوجهم هذه الأسرة اللي هي مشغلة؟ عدد كبير من الخادمات كيقول لك الحمد لله والشكر لله، طحت في أسرة مباركة مسعودة، داروا لي العرس، داروا لي الزفاف، حتى وصلوني عند الزوج ديالي وداروا لي نفقة كل ما أحتاج إليه. فهذا الصنف الأول من الخادمات كنسميهم الخادمات المحظوظات. الصنف الثاني من الخادمات هما اللي طاحوا في بعض العائلات ما عندهمش بعض الامتيازات، كيتعامل معهم ديمقراطي،
يعني كتخدم كتخلص. الابتسامة قليلة، الأوامر ما كاينينش، ولكن الزيادة في الاهتمام حتى هي ما كايناش. كتخدم وكتلبي الأوامر وكتاخذ الأجرة ديالها في آخر الشهر. وهاد العائلات عندهم واحد النظام، يعني نظام كأنه عسكري، أنه الخادمة كتبقى خادمة، ما كيدخلوش معهم في الحياة الأسرية. وحتى أنهم إذا خرجوا للتنزه أو للتبضع تخرج معهم فقط لتحمل المسؤولية، أما باش تفرح لا. وهؤلاء كيعطوه الأجرة ديالها، ولكن عندهم واحد المبدأ، كل ست شهور خصهم يبدلوا خادمة، لأنهم كيقولوا بأنه من الخطر نخليوا خادمات في البيوت ويعرفوا الأسرار ديال الأسرة، ومن بعد ربما يدخلوا في قيل وقال. هذا الصنف الثاني من أصناف الخادمات. الصنف الثالث هما اللي ما عندهم زهر، وما أكثرهم. هؤلاء سمعناهم في عدة مناسبات يقدمن شهادات عن سوء المعاملة، طاحوا في أسر للأسف كينقصهم القيم الإنسانية، كتنقصهم الرحمة، فكانوا يعملن بالليل والنهار في كل شؤون البيت. يعني كتبدأ في الصباح الباكر في الغسيل والتنظيف، ثم بعد ذلك الطبيخ، ثم بعد ذلك رعاية الأطفال، ثم القيام بالتبضع، ثم عليها أن تفعل كل شيء. بل منهن من حكت أنها كانت تتعرض للاغتصاب أو للتحرش من طرف رب المنزل أو من أبناء رب المنزل، ومنهن من كانت تتعرض للشتم وللسب وأنواع من التعذيب النفسي، بل منهن من تعرضن للضرب والكي. فكل وحدة وزهرها، كاين اللي هي محظوظة ومرضية، ربي وضعها في عائلة كريمة، عائلة طيبة، عائلة فيها الرحمة، وكاين اللي زهرها على قد الحال، طاحت في عائلة كيعطوها الحد في القد، وكاين اللي ما عندها زهر، طاحت في عائلة عذبتها وأشعرتها بنوع من عدم الإنسانية. في المحاكم كنلقاو مجموعة قضايا خاصة بالمشغلين والمشغلات. فهناك محاكم قضت بأحكام زجرية في حق مشغلات، لأنهن ثبت تعذيبهن للخادمات وسوء المعاملة وكذا وكذا. بالمقابل أيضا هناك محاكم قضت في حق الخادمات، إما بتهمة السرقة أو النصب، قد تكون خادمة في البيت، قد تسرق، قد تنصب، قد تفعل أفعال تضر بسمعة الأسرة المشغلة، داروا فيها النية وهي للأسف عكس ذلك. الناس أشكال وألوان مختلفات، كل واحد حسب واقعه، لكن أشد ما يؤثر في القلوب هو شؤون الخادمات القاصرات، فتيات صغيرات حرمنا من حنان الأسرة ومن رعاية المدرسة، فتيات يعيشن الفقر الشديد، دفع آباءهن إلى أن يأخذنهن إلى أسر ثرية أو على الأقل لدى أسر ميسورة الحال من أجل تحصيل أجور زهيدة نهاية كل شهر. وهذه الفتيات القاصرات هم اللي كيشعروا بالألم الفظيع، لأنهم ما عندهم قدرة على الدفاع عن أنفسهم. إلا سولنا الخادمات كيقول لك حنا كنا نتطلع إلى العمل في ظروف أفضل. هاد الشكايات الكثيرة خلت المجتمع المدني منذ مدة فترة زمنية يتحرك، والحمد لله لقينا في بلادنا قانون ينظم العمل المنزلي، هدفه حماية المشغلات والعاملات من الاستغلال وسوء المعاملة. ومن بين هذه القوانين المعمول بها يعني أن الحد الأدنى لسن التشغيل للعاملات أو العمال المنزليين لا بد أن يكون في سن 18 سنة. وهذا القانون نص على أنه يمنع تسخير المعاملة أو المعاملة السيئة داخل المنزل وأداء الشغل قهرا أو جبرا. هذا أمر ممنوع، لأنه لا بد أن يكون بالاختيار، ليس بالقهر ولا بالجبر. ثم
هذا الانسان اللي خدمات او الانسان اللي خدم داخل البيت لابد ان يتلقى اجرته وان يتلقى راحه اسبوعيه لا تقل عن 24 ساعه متصله. يعني كل اسبوع كيخدم لابد واحد النهار اما السبت او الاحد او وسط الاسبوع يكون له راحه يستقل فيها، يمشي للحمام، يمشي عند العائله، يمشي يتسارى، بغى ينعس مع راسه، يعني لا للعمل على طول الاسبوع على الاقل 24 ساعه ديال الراحه متصله. ثم عليه ان يستفيد من عطله سنويه، كل سنه خصو عطله سنويه 20 30 يوم وتكون مدفوعه الاجر حتى ولو اشتغل اقل مده 6 اشهر متصله. اذا اشتغلها في خدمه المشغل عليه ان يحظى بقانون عطله سنويه مدفوعه الاجر. وكذلك إلى قدر الله تعالى وتم فصله من غير سبب لابد أنه يتلقى تعويضا، تلقى تعويض خصوصا إلى استغل مدة سنة متصلة لابد أن يتلقى تعويض، لأن البعض كيسالي العمل في 6 شهور أو 8 شهور كيقول له اسمح لنا الله يعاونك غنجيب واحد آخر جديد. فالقانون نص على أنه إذا قضى ما لا يقل عن سنة متواصلة في الشغل له تعويض في حالة فصله. ثم القانون نص على أن إذا قدر الله تعالى وقعت انتهاكات في حقوق هؤلاء الخادمات والخادمين فهناك أعوان مكلفون بتفتيش الشغل يتلقون الشكايات ومن ثم يتوجهون بها ضد المشغل ومن ثم يقع التقاضي ويقع إعطاء الحقوق لأصحابها. هذا واقع خاص بهؤلاء الخادمات وهم كما تعلمون يعني منا وإلينا، يعني كل واحد ممكن يقدر الزمان يلعب به ويتحول هو بنفسه أو ولده أو بنته إلى خادم في البيوت. بغينا نتكلموا أيها الأحباب الكرام عن الواقع ديال الخادمات في البيوت وكذلك أيضا الخدم رجال، كيف يمكن أننا نجعل العلاقة ما بين الخادمات والمشغلين علاقة مودة، علاقة رحمة، علاقة تعاون، وعلاقة تآزر، وعلاقة تضامن، ما تكونش علاقة عدوانية. كيف يمكن أن الخادمة تمشي لخدمتها وهي فرحانة وهي سعيدة بهذا العمل، ونهار ربي عز وجل كي يقسم عمل في جهة أخرى كيتفرقوا حباب وكيبقوا حباب بلا ما يمشوا للمحاكم، بلا ما يدخل مفتش الشغل وتبقى العلاقة ودية. أرقامنا مفتوحة في وجه الجميع وهي كالعادة 05 22 88 00 60 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05 22 46 72 50 أو 51 أو 52. نبقى مع فاصل قصير ثم نعود لاستقبال مكالماتكم، فابقوا معنا. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.